بزويرة اسمع كل سؤال يعني هي إشارة انطلاق من هذه الثانوية وتستمر خلال الأيام القادمة من كل الثانويات والمتوسطات، يعني الابتدائيات إن شاء الله رايحين نوفر لهم هذه المستلزمات على مدار السنة الدراسية 2020-2021. مثل هذه المبادرات من توفير معقمات كمامات وكل الوسائل اللازمة للوقاية من الكوفيد، إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء. هذه الأمور تشجع الأولياء باش أنه أولادهم يبعثوا أولادهم للدراسة بكل أريحية بكل إطمئنان. بالنسبة للعملية هذه عجبتنا ونتمنى تتكرر، وخاصة كما قلت لكم في المناطق النائية اللي الأولياء ضعاف المدخول، الوليدات ثاني محتاجين للدعم، محتاجين للاهتمام، حتى كيحسوا رواحهم بلي راهم مهتمين من طرف الدولة ومن طرف السلطات.